يعني ما في أغلى من أولادنا على قلبنا، هم حبايبنا، ومن خلال منصة حبايبنا دوت نت يعني أهل إحنا بنشكرهم على حسهم الإنساني الرائع جدا، حابين من خلال هالمنصة يوصلوا أكبر فائدة لكل الأهل اللي عندهم من أبنائهم اللي عندهم مشاكل إعاقات ذهنية على أنواعها، مروا بتجربة صعبة ولكن من هالتجربة قدروا أنهم يستفيدوا ورح يفيدوا غيرهم. بنرحب بريم إفرنجي، صباح الخير ريم، وانت مشرفيتنا ومنوريتنا ومبسوطين جدا باستضافتك اليوم معنا بدنيا يدنيا. شكرا لكم. شكرا، اهلا وسهلا ست ريم. بدايه اذا بتسمحي لنا بعد اذنك في هيك ماده تعريفيه عن شغل حضرتكم وحبايبنا دوت نت، خلينا نشوفها مع بعض عشان نحط كمان الناس اللي عم تشوفنا في الاجواء اكثر، نشوف هاي الماده عن حبايبنا دوت نت. مرحبا زوجي محمد ومرت ريم، احنا اب وام لعبود وعمر وطفلين من ذوي التحديات التطوريه. قبل 8 سنين بالصدفة عرفنا أنه عبود وعمر عندهم أحد الإعاقات التطورية، وبهذاك الوقت ضعنا ما عرفنا من وين بدنا نبدأ وما عرفنا كمان كيف بدنا نتكيف مع الوضع الجديد. كانت المصادر العربية قليلة واعتمدنا كثير على مصادر باللغة الإنجليزية. أكثر حدا فادنا هم الدكاترة أو الأخصائيين اللي على اطلاع بهذا المجال أو الأهالي اللي مرقوا بتجربة مشابهة. كثير من الأهالي اعتمدوا على مصادر باللغة العربية كبدتهم خسائر مادية ومعنوية لما اعتمدوا عليها، لأنها كانت من مصادر غير موثوقة وبتعتمد على آراء شخصية. لهذا السبب قررنا نطور منصة حبايبنا، واللي من خلالها بنهدف لإنتاج محتوى عربي متخصص بشؤون الإعاقات التطورية والذهنية. في حبايبنا في مكتبة فيديو وزاوية للأخصائيين والأهالي اللي بيشاركوا فيها تجاربهم وخبراتهم. وشكراً كتير لكل اللي ساعدونا ودعمونا لنقدر نطلق حبايبنا دوت نت. الدعم اللي بنحصل عليه هدفه نطور محتوى أكثر ونوصل فيه لأكبر عدد من الأهالي والناس اللي ممكن يساعدهم في تجربتهم. وهاي المعلومة أو هاي التجربة ممكن تغير مسيرة حياة طفل من ذوي الإعاقات الذهنية وحياة عيلة بأكملها. وبنحبكم تشاركونا تجربكم وخبراتكم على منصة حبايبنا. شكراً كثير لكم. شكراً. يعني ست ريم بجوز هذا العمل تحديداً هو قمة الجرأة الإنسانية، الشخص اللي بيحول مشكلته ومحنته و يعني التحدي اللي عم بواجهه في حياته بيحوله لمساعدة الناس الآخرين، بيحوله ل يعني لطريقة إنها تساعد فيها الناس الآخرين، فموضوع بتخيل بده جرأة كتير كبيرة من حضرتكم. احكي لنا شوي نفسياً يعني عن الموضوع اللي خلاكم إنه تعملوا هاي المنصة، شو الوضع النفسي الوضع الذهني اللي كنتوا فيه لحتى تقرروا إنه تستخدموا هاي المشكلة لأنه توجدوا حلول لأشخاص آخرين؟ هلا بالبداية يعني احنا بعد ما توصلنا لمرحلة كتير كبيرة من التقبل وانه دعم اللي حوالينا كتير من الاشخاص، لقينا انه ممكن يكون ربنا حطنا بهذا الطريق لسبب معين. يعني احنا ما كنا مخططين او ما كنا بنفكر انه عندنا الجرأة انه نعمل هيك مبادرة، بس بعدين لقينا انه احنا بوضع انه بدنا نخلق حل، يعني خصوصا انه كنا كأهل في عنا اطفال عندهم اعاقات ذهنية بحطنا بكتير تحديات. يعني مش بس انه تحديات انه اولادنا، اوكي احنا هلا تقبلنا وضع اولادنا، طب هلا بدنا نتحرك، بدنا نبدا نعمل إشي، فكيف بدي ابدا هاي الخطوات، وين بدي اروح، ايش بدي اعمل، هاي لحالها تحدي تاني كتير كبير. صح. ما في موارد، ما في مصادر للمعرفه، ما في جهات كمان مختصه. بالضبط. هلا واذا في جهات مختصه ما بنعرف كيف نوصل لها. صح. او وين هي موجوده. فعشان هيك احنا قررنا بصراحه انه يعني بنآمن زي ما في كتير ناس ساعدونا، دخلت بمجموعات دعم أسري، تعرفت على كتير أهالي، لقيت إنه في عنا كتير مجتمع كتير كبير موجود أوفلاين وما حدا بيعرف عنه، وفي أهالي تانيين من برا بدوروا كتير إنه كل ما حدا يعرف جديد عن أولاده، طب أنا شو بدي أعمل، شو بدي أسوي. فمن هون فكرنا إنه طب ليه إحنا ما نعمل موقع أونلاين إنه يجمع كل هاي الخبرات وكل هذه التجارب بمكان واحد، بحيث إنه أي أهل بدهم يمرقوا بتجربتنا يكونوا على بعد نقرة واحدة من المعرفة والمهارات اللي بيحتاجوا، خصوصا انه يمكن احنا ريم بنفكر انه لحالنا. بالزبط. لما نمر بمشكلة معينة وتكون هالقد خاصة بنفكر انه احنا لحالنا. مزبوط. بس لما نجمع منصة معلومات بنشوف قديش في كمية من الاشخاص. بالزبط. بس حابة اعرف منك قبل شو نوع الإعاقة الذهنية الموجودة عند ابنائك وعن تجربتك، يعني امتى تم تشخيصهم، لانه حتى احنا عندنا مشكلة للاسف بتأخر التشخيص. مزبوط. بالضبط. يعني انا اولادي هلا عبود وعمر عمرهم 10 سنة و10 سنين. الله يخلي لك اياه. الله يسعدك. واحنا لما عرفنا عنهم كان عبود 4 سنين وعمر 2.5. والمشكلة الإعاقات التطورية معظمها ما بتبين، ما بيكون لها
مظهر جسدي. فمن هون بصير انه لازم كان يكون عندنا وعي احنا بموضوع المهارات والتطور وهيك. شو كنت تلاحظي؟ هلا احنا كنا نلاحظ انهم مش زي اولاد عمهم، ما بيلعبوا زي الاولاد التانيين، مثلا ابني الكبير ما كان بينط بس كانوا بيناغوا مثلا. هلا كان المفروض بهداك الوقت مجرد شكوك بسيطه انه احنا نلجا لاخصائي في تطور الطفل، اخصائي نطق، اللي هم الاخصائيين اللي احنا ما كنا بنعرف انهم موجودين اصلا. يعني احنا خلص بنعرف انه دكتور اطفال، دكتور اعصاب. كان في تاخر بالنطق، وكان في تاخر بالنطق وباللعب. يعني بيناغوا بس في انه ما يعني كانوا، بعد سنين اكتشفنا انهم متاخرين عن المايلستونز اللي مفروض انهم يكونوا بيعملوها. وبعد هيك من اول ما عرفنا اوكي عرفنا، هلا صار بدنا نلجأ للدكاتره والمختصين وهيك. فما بحكم انه ما في حدا بالعيله عنده مرق بهاي التجربه، احنا ما عرفنا لمين بدنا نروح بالضبط. وطبعا وقتها انه كنا نروح لاشخاص خطا كانوا يضللونا اكثر. فباللحظه اللي تعرفتيها على امهات مرقوا بتجربه مشابهه لنا، هم صاروا يدلوني اكثر شيء يعني انه وشو اعمل، لانه في اشياء حتى دكاتره اخصائيين ما بيقدروا يوفروا لنا اياها، هي بس انه من تجربه اهل زينا يعني. فهم ارشدوني دلوني مثلا انه لازم نعمل هيك هيك هيك، خصوصا اللي اولادهم وبناتهم كبار انه قدروا يخلقوا لهم مستقبل. فهذا شيء اعطاني يعني دفعه من الامل انه واعرف ايش انا بدي اعمل معهم هلا عشان يقدروا لما يكبروا يكونوا يعني مستقلين ويقدروا يشتغلوا ويقدروا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. سترين بحب اعرف عن نقطة محددة جدا، نقطة الإنجليزي عربي، لأن إحنا بنواجه كثير مشاكل في المحتوى العربي مش بس في الأردن ولا بس في هذا المجال، على مستوى الوطن العربي كله وعلى مستوى مختلف إذا مش كل المجالات الأخرى، أنه ما في محتوى متخصص في العربي. ليه قررتوا عربي وشو هو المحتوى ومن وين عم بتجيبوه؟ هلا إحنا بالأول لما لجأنا أونلاين إنه بدنا نروح نشوف مصادر كان كلها بالإنجليزي، والمشكلة بالإنجليزي ما يعني معظمها ما كان بالمع مع ثقافتنا، والخدمات حتى اللي موجودة عندهم غير عن اللي عندنا. هلا بعد ما يعني انخرطت أكثر بالمجتمع وصرت أقابل أمهات من مناطق بسيطة، بتلاقي أمهات ممكن متعلمين مثلا يدوبك بقدر يفكوا الخط وبدهم يعرفوا بس ما بيعرفوا إنجليزي مثلا. فلقيت إنه قديهم محرومين من فرصة لأنهم يعرفوا، بدها تعرف بدها تشتغل على ابنها يعني بس مش عارفة كيف. فأهم إشي إحنا قلنا طب ليه ما يكون عنا محتوى بالعربي، خصوصا إنه إحنا لما صرنا ندور بالعربي ما لقينا إشي يفيدنا بطريقة عملية وعلمية. يعني مش إنه إشي بس كل معلومات مشتتة بالضبط مشتتة، وإنه حدا بس الأمل والصبر ومش عارف شو، لا إحنا بدنا إني أنا أعرف إيش أعمل هلا بالضبط. فهي فكرنا هون إنه حسينا بوجود إنه ثغرة كتير كبيرة بالمحتوى العربي، وبموضوع إنه محتوى إنه يمثل سواء إحنا كأهلي أو أولادنا بطريقة كتير حلوة يعني يناسبنا بشبهنا زينا بالضبط بالضبط. يعني حتى إحنا اللغة المحكية كلها لغة بسيطة إنه أي حدا بيقدر يفهمها. وكمان إنه المصادر اللي هلأ حالياً بنجيبها هم أخصائيين عندهم خبرة كتير كبيرة بهذا المجال، وأهالي مرقوا بتجربة مشابهة. تمام. هلا اللي جمع المعلومات أنتي وزوجك مزبوط. لكل الأشخاص اللي حابين يستفيدوا كيف يدخلوا على المنصة أو على الموقع؟ وأنتوا تعرضتوا لكل أنواع الإعاقات الذهنية مزبوط، عم نحكي عن توحد، داون سيندروم، الشلل. بالضبط. إحنا هلا بنحاول، هلا إحنا بنبدي مكتبة فيديوهات فيها فيديوهات قصيرة من مختصين بيشرحوا نصيحة معينة بدقيقتين إنه عن إشي معين ممكن إحنا نمرق فيه. فمن هون بنحاول نتطرق لأكبر عدد ممكن من الإعاقات الذهنية والتطورية. وأهالي كمان بيشاركونا بفيديوهات قصيرة من تجربتهم، إيش رسالة بيقدر يحكوها للأهالي التانيين. فإحنا هذه هلأ هو أكبر مصدر للمعلومات عندنا بالمنصة. يعني يكتبوا حبايبنا.net. هم بيكتبوا حبايبنا. هو موقع إلكتروني ولا على السوشيال ميديا؟ هو موقع إلكتروني، وفي عندنا صفحة على الفيسبوك إنه فيها كمان المحتوى اللي موجود على الموقع. حلو. وفي عندنا مقالات كمان من مختصين لحد هلا كلهم متطوعين انه حابين انه حلو. فهي بشكل خاص هو موقع الكتروني مزبوط. حبايبنا بالعربي ايوه حبايبنا وبالانجليزي حبايبنا 7 ولا اتش اتش حبايبنا .net. وعلى الفيسبوك بالعربي ولا بالانجليزي؟ برضه بالانجليزي. بالانجليزي برضه حبايبنا اتش حبايبنا اتش حبايبنا .net برضه. نحن بنحاول انه نذكر في هذا الموضوع اكثر لكل الاشخاص او الاهالي اللي عندهم اطفال مع تحديات، ممكن انهم يتعرفوا على تجربه ستريم وزوجها وعائلتهم، يحبوا يشاركونا كمان تجربتهم يعني. من خلال منصه حبايبنا.
أنا بدي أشكرك على اختيار حبايبنا، لأنه زي ما شفنا بالفيديو أنه أبنائنا على اختلاف قدراتهم هم بالآخر طبعاً حبايبنا، وما في إشي بيشعرنا بالسعادة قد ما بيشعرنا لما إحنا نعطيهم ونقدم لهم الأفضل. وأنا بعرف هون قديش دور الأهل أول إشي بالبداية بيكون صعب بالتقبل، لكن الأهل الواعيين والمثقفين هم اللي بيعرفوا كيف يتعامل مع هذا الموقف. زي ما أنت ذكرتي أنه ربنا بيكون عمل هذا الموضوع لسبب، هيكم عم بتعموا وبتعموا الفائدة على الجميع. أنا سؤالي كيف جمعتوا المعلومات؟ كيف عم بتلاقوا ردة الفعل؟ وقديش عن جد عم تلمسوا؟ ما في أحلى من أنه تلمسوا حياة ناس. مزبوط. هلأ إحنا المعلومات طبعاً كل شهر في عنا عدد معين من المعلومات اللي بدنا نوفرها خلال المنصة. حالياً في عنا لجنة صغيرة استشارية من المختصين بيكتبوا لنا المقالات، أو حتى إذا لقينا مقالات معينة أنه بدنا نوفرها هم بيراجعوها وبتأكدوا من أنه هاي المعلومات صحيحة أو أنه إيش بدها تعديل يعني. بدي منك رسالة لكل أم ولكل أب يعني عم بمرق هلأ بأول فترة، الفترة الصعبة اللي هي موضوع التشخيص والتقبل، شو بتحكي لهم؟ بحكي لهم أنه أهم إشي أنكم ما تحبسوا حالكم بالبيت زي ما إحنا بالأول عملنا، أنه فكرنا خلاص رح نعيش لحالنا معزل عن كل الناس. بالعكس، أنه لازم دوروا أهم إشي على أهالي بيمرقوا بتجربة مشابهة، أي مجموعات دعم أسري، أي حدا ممكن يفيدكم إنكم تقدروا تتقدموا خطوة لقدام. حلو. ردة الفعل من أشخاص بشكل مباشر، صار في مثلاً تواصل بينكم بين أهالي في أماكن مختلفة، مثلاً عرفتوهم على أخصائيين أو حكيتوا معهم؟ هلا إحنا سعداء إنه بالضبط يعني من هذا الفيديو، من كتر ما إنه ناس عملوا له شير وهيك، في كتير ناس هلا صاروا يبعثوا لنا إنه بيدوروا على دليناهم إنه مثلاً وين بيقدروا يروحوا وين بيقدروا يوصلوا. في كتير ناس كمان بعثوا لنا من برا إنه بدهم يوفروا لنا مصادر موجودة برا إحنا لسه ما بنعرفها، إنه إحنا نصير نخليها available. إيش أصعب مشكلة كنت عم بتشوفيها مع الأهالي؟ هو المنطقة الجغرافية الوصول، ولا المعرفة، ولا المختص في المنطقة، ولا إيش؟ هلا أنا بحس هي المعرفة صراحة مفتاح لكل إشي. يعني إذا الأهل عرفوا وين بدهم يعملوا، وين بدهم يروحوا، إيش بدهم يسووا، بيقدر يوصلوا بعد هيك لأي مكان. هلا في بعض الأهالي عندهم تحدي كتير كبير بإنهم ينقلوا، مثلاً بيكون إنه الخدمات موجودة بمحافظة معينة وهم عايشين بمحافظة تانية، بيكون عندهم تحدي المواصلات وهيك. فإحنا مثلاً ممكن مع التوعية والوعي إنه يصير إنه في عندنا خدمات بمنطقتهم، إنه الأهالي نفسهم كمان هم كيف يقدروا يخلوا في خدمات بمنطقتهم. تمام. يعني ريم بالختام احنا فخورين فيكي كامرأة نشمية أردنية وبزوجك طبعا، لأنكم دعمتوا بعض. في أشخاص يمكن بهاي الأوقات يا بيقربوا كتير من بعض، يا لا سمح الله بيصير في نوع من الجفا، لأنهم مش عارفين لا يتعاملوا مع حالهم ولا مع أبنائهم. فأنتوا مثال رائع جدا لكيف نتعامل مع موقف صعب، وبالعكس أنتوا خلقتوا منه أمل للعديد من الأشخاص. حبايبنا دوت نت إن شاء الله يا رب يوصل لكل ناس بتحتاج هاي المعرفة إن شاء الله. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك. الله يعطيك العافية.